السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بعد الجمال ده كله تفتكروا الواحد ممكن يقول ايه؟ او لو كان حتى محضر كلمتين ولا حاجة، انسوا انسوا. يا رب يا رب يكتبها لكل مشتاق، ويا رب يا رب يكتبها لكل حد بيتمنى ان هو يزور بيت ربنا ويشوف الجمال ويشوف الدنيا بجد. يعني هناك هي دي الدنيا والآخرة كمان. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا أنعم علي بالعمرة، عملت العمرة ليا وأنعم علي بنعمة كبيرة إن أنا كمان قدرت أعمل العمرة لإيهاب، ودي طبعا حاجة كبيرة جدا. ربنا يتقبل سواء عمرتي ليا أو عمرتي لإيهاب يا رب، ويجعلها في ميزان حسناته، اللهم آمين. ربنا يوعدكم جميعا وتشوفوا الجمال ده كله، وهناك هتحسوا إن الدنيا بتاعتنا دي مش مستاهلة أي حاجة خالص. إيه الدنيا دي؟ ده أنت هتبقي مش عايزة ترجعي والله. يعني أنا بقول لكم أهو من مكاني ده، انا ما كنتش عايزه ارجع. يعني انا هناك ارجع ليه؟ ارجع ايه الدنيا دي؟ ولا تستاهل اي حاجه في الدنيا. يعني ربنا يكتبها لنا تاني، واللهم العوده مع كل حبايبنا يا رب، وربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا الفتره اللي فاتت. انا جيت بقالي كام يوم بس، من ساعتها طبعا رقده. بيقولوا ان ده الختم بتاع العمره، اللي هو الدور الجامد ده اللي بنرجع بيه تعبانين، ده الختم يعني. فمن ساعتها طبعا وانا تعبانه جدا جدا، وما زلت والله تعبانه، بس ما ينفعش بقى اتاخر عنكم اكتر من كده. مستنياكم تتصلوا بيا على ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه، واحلى مبروك من احلى حبايبي اللي دعت لكم هناك كلكم قدام الكعبه، وربنا يشهد عليا. فمستنيه تتصلوا بيا على ارقام التليفونات اللي على الشاشه، وكمان اللايف بتاعنا لو شغال يا استاذ احمد تاكد عليا بس. برضو تتواصلوا معايا على اللايف على صفحتنا على الفيسبوك. طبعا بعد الغيبة دي مش هندخل كده بايدينا فاضية، ده انا جايبه لكم النهارده صينية اللي هي جايه لكم بزيارة. النهارده هنعمل مع بعض صينية التشويحة، هنشوح حاجات كتير قوي. اي حاجات موجودة عندك هتطلعيها من الفريزر تشوحي كل حاجة لوحدها، وبعدين هنعمل خلطة حلوة قوي في الصينية، وناخد كل اللي شوحناه كل حاجة لوحدها ونروح مشوحينها على بعضها، تدينا صينية ما شاء الله. تنفع بقى العيلة متجمعة عندك، تنفع عزومة، تنفع جاية من السفر زي حالاتي كده وعايزة تكرمي كل حبايبك بيها. فالنهارده مع بعض الوصفه بتاعتنا اسمها صينيه التشويحه، وان شاء الله تعجبكم جدا. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير، وبعدين ندخل على التحضير. بسم الله. اولا كل اللي عندي ده مش شرط كل ده، لو عندك حاجتين منهم، لو عندك ثلاث حاجات، عندك حاجات غير الحاجات، مفيش اي مشكله خالص. الفكره فيها تشويح كل حاجة لوحدها، وبعد كده نديهم كلهم طعم خلطة حلوة قوي زي ما هنعرف مع بعض. أول حاجة هتكون عندي الكفتة، اللي هي كفتة السمين أو كفتة العتبة، الكفتة الصغننة خالص دي. المقادير بتاعتها لحمة مفرومة وبصلاية مبشورة ناعم، هناخد التفل بس من غير المية، وهنضيف عليها معلقة بقسماط وملح وفلفل وبابريكا، وهنكورها كرات صغننة خالص وهتتشوح لوحدها. بعد كده عندي فشة مسلوقة، هقول لكم المقادير على طول لأن هي المقادير مش إلزامي، زي ما بقولك الموجود عندك تقدري تشتغلي بيه. فشة مسلوقة طلعتها من الشوربة بتاعتها لغاية ما بردت وشمعت خالص، وبعد كده معايا بصل جوليان متقطع رفيع بالشكل ده، وهنشوف هنعمل فيه ايه. بعد كده عندي كبدة وقلب وكلاوي، طبعا التلاتة دول اصلا بيبقوا موجودين مع بعض، تقدري تعملي كبدة بس، تقدري تعملي الكلاوي بس، براحتك خالص. النهاردة انا معايا حتة كبدة على حتة قلب على حتة كلاوي، فهدمجهم مع بعض واعملهم كده طبق حلو بالخلطة بتاعت الكبدة الاسكندراني اللي هي توم وفلفل حامي على فلفل رومي وعصير ليمون وملح وكمون. بعد كده عندي سجق مقطعاه صوابع بالشكل ده، ومعاه بصل جوليان. دي كده المقادير التشويحة، كل تشويحة لوحدها. لسه فاضل عندنا الخلطة بقى اللي هتلملي كل الأطعمة دي، لما نجيلها إن شاء الله هنقول المقادير بتاعتها. يلا بينا بقى نسمي بسم الله. أنا عاملة بقى زي إيه مثلا، حد كان بيعزل ولسه أماكن الحاجة بيدور عليها، ناسية كل حاجة. يلا كلموني، مستنية مكالماتكم الحلوة. أنا دلوقتي هبتدي بالسجق، وهبتدي كمان
نبتدي بايه؟ نبتدي بالسجق نشوحه، ونبتدي بالكبد والكلاوي والقلب مع بعض، ونبقى كده عملنا كده خطوتين حلوين. السجق زي ما بقولك مقطعاه بس صوابع زي ما هو كده، اللي هو مفتحاه بس من بعضه، ومعايا بصل جوليان اللي هشوحه بيه. كل الكلام الحلو ده هيتشوح في زيت، هنستخدم الزيت في الاول خالص مع بعضينا. اللايف شغال، يلا يا جماعة اللايف عندكم على الصفحة شغال، على الصفحة بتاعتنا صفحة قناة هي، ادخلوا على اللايف دلوقتي يلا، واكتبوا لي بقى اي حاجة انتوا عايزينها. اوه تنسوا كلمة مبروك الحلوة بتاعتكم، في انتظاركم. يلا انا كده بسخن وكين مع بعض عشان نشتغل في خطوتين. هنعمل هنشوح السجق كل حاجة النهاردة زي ما اتفقنا تشويح، هنشوح السجق وهنشوح الكبد والكلاوي والقلب. طبعا طالما عندي كبد وقلب وكلاوي، يبقى الكلاوي والقلب اللي ببتدي بيهم الاول، علشان بس دول بياخدوا سوا شوية عن الكبدة، الكبدة هتبقى اخر حاجة. فهنعمل ايه بقى يا ست الحبايب؟ بسم الله، هناخد القلب الاول، لان القلب بيبقى قاسي شوية، واخد كده ايه القساوة بتاعت القناصة، القناصة بتاعت الفرخة، فعشان كده القلب هنبتدي بيه الاول. كل التشويحات معانا في الاول خالص، الفلفل الاسود هو البطل الاساسي بتاعنا، والفلفل الاسود بيدي ريحة حلوة قوي لجميع انواع اللحوم وكل مشتقاتها زي ما احنا متفقين مع بعض. ناخد الاول القلب، بسم الله، هنزل بيه كده. يا رشا اهلا وسهلا، الف الف مبروك يا شيف هاله، حبيبة قلبي يبارك لي في عمرك يا رشا، تسلمي، وحشتيني جدا جدا، بقالي بتكلم حضرتك بس قلت والله لازم اول حاجه اقول لحضرتك مبروك. الله مبروك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي وربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب. اللهم امين، وعقبال الحجه ان شاء الله يا رب، جايه ان شاء الله تطلع لنا بعد الحجه باذن الله، تنوري الشاشه يا رب. يا رشا اسمع من بقك ربنا يا حبيبتي، ويكتب لنا العوده يا رب، اللهم امين ان شاء الله يا حبيبتي. يا الف مبروك وعمره مقبوله باذن الله يا رب. يا رب اللهم امين. سلام يا رشا، اشكرك حبيبه قلبي، اشكرك يا رب، وحشتينا وحشتينا، بس وانت دايما كده توحشينا في الخير، عمره وحجه باذن الله يا رب. يا رب يا حبيبتي، اللهم امين، تسلمي لي يا حبيبه قلبي، اشكرك يا رشا نورتيني. دلوقتي بقى البصل بتاع السجق هنزل برده بيه كده، هي سهله يا جماعه والله، سهله وعلى قد ما هي سهله التقديمات بتاعتها زي ما هنشوف ان شاء الله في اخر الحلقه مع بعض، هتعجبكم جدا باذن الله. الميزه كمان ان انت لو عندك من كل حاجه ربع كيلو ربع كيلو، في الاخر كل ده لما بيتحط مع بعض مع البصل والفلفل والخضار اللي احنا بنعمله، كميه هتزيد وتديكي صينيه عزومات محترمه، هي دي الميزه فيها. البصله بتاعت السجق اهي دبلت، ننزل بقى بالسجق مفتح كده صوابع كده، بسم الله، وبرده رشه فلفل اسود مش اكتر من كده. كده انا كتبت لكم على الصفحه ان احنا رجعنا مع بعض النهارده عشان اللي لسه ما عرفش يعرف، الحاضر يقول لي الغايب. ولا يا عم سيف، حبايبنا بيسالوا على السفاره بتاعتك يا عم سيف. لازم السفاره بتاعته بقت اشهر مننا يا استاذ احمد. نقلب بقى كده، او مش نقلب، هناخد من اسمها نشوح النهارده، كل حاجه هنشوحها مع بعض. ادي السجق كده مع البصل، بسم الله. يلا يا استاذه ناديه اهلا وسهلا، ازيك يا شيف هاله؟ الحمد لله، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، الف مبروك، الله يبارك فيكي ويخليكي ليا. الله يكرمك يا رب، تسلمي لي يا حبيبتي. يا رب تعيش. طلعتيها قبل كده يا استاذه ناديه ولا ما طلعتيش؟ لا انا اول مره. ما طلعتيش خالص لسه؟ لا، ربنا يكتبها لك وتذوقي الحلاوه والجمال يا رب، ربنا يكتبها لك يا رب. اللهم امين يا حبيبتي يا رب، نورتيني. بصوا كده القلب خلاص خد التشويحه الحلوه بتاعته، وهيبتدي ايه يدخل كده في السوى. كل اللي انا عملته حطيت عليه بس رشه فلفل اسود. هناخد بقى كده القلب على جنب، وبعد كده نروح جايين نازلين بالكلاوي. مشكله يا جماعه في الدور اللي هناك ده، دور البرد ده صعب جدا، يعني انا اسمع عنه لكن
اول مره اخد دور صعب كده يعني. بقول لكم من ساعتها والله وانا راقده الحمد لله يعني، الحمد لله رب العالمين. ولو برضو ولا لو ربنا كتب قال لا هنطلع تاني برضو، ولا يهمنا يا عم سيف صح ولا يهمنا. نقلب بقى كده مع رشه فلفل اسود. اسمها ايه حبيبتي على اللايف؟ بتقول ايه بقى؟ ما شاء الله حبيبتنا كتبت دلوقتي على اللايف بتقول عملتها 8 مرات. بسم الله ما شاء الله عليكي، عقبالنا يا رب. وبرده مشتاقه، معاكي حق، معاكي حق والله يا حبيبتي. يعني انا عايزه اقول لكم فعلا فعلا الواحد بيروح المدينه بيسيب قلبه في المدينه ويروح مكه يسيب روحه في الكعبه. يعني انا سايبه قلبي وسايبه روحي هناك، وبتمنى من ربنا ومن كل حبايبي اللي بيحبوني بجد يكتبوا لي العوده. اللهم امين يا رب العالمين. ادي كده السجق، بصوا تشوح خلاص، ولا اي حاجه ولا اي اندهاشه. يا هدى اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذه هدى، عامله ايه؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ بخير والله، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا قلبي، تسلميلي. الف الف مبروك وعقبال العوده يا رب ان شاء الله. يا رب. رحتي قبل كده يا هدى؟ لا والله، يا ريت تكوني دعيت لنا نروح. دعيت لكم جميعا والله، دعيت لكل مشتاق ربنا يكتبها لي. انا متابعتي من زمان جدا على فكره. الله يخليكي يا حبيبتي، دايما معايا في الخير يا رب. ربنا يبارك لك، انا عملت من حضرتك حاجات كتير جدا وطلعت زي الفل. ما شاء الله، دي طلعت زي الفل من ايديكي يا هدهود انت. ربنا يبارك لك. تسلم ايديكي انت يا حبيبتي والله بجد. لكل ما تروحي قناه انا ببقى وراكي على فكره. دوختكم يا هدى. ما تفتحكوا شويه. انت بتنوري اي مكان تقولي فيه والله. الله يخليكي يا قلبي، الله يخليكي، ما تحرمش مني. يا شيخ هاله بجد علامه من علامات الطبخ الاصيل يعني. يا رب يخليكي. ايه الكلام الجامد ده؟ قلتيها ازاي دي يا هدى؟ قلتيها ازاي دي؟ جمله صعبه قوي. والله دي طالعه من القلب يعني. أكيد حضرتك تستاهلي بجد. حبيبتي تسلمي لي يا هدى والله، ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك يا رب ابدا. شوح وبقى زي الفل، بصوا اوام اوام. لان كل ده لسه هيكمل تسويته مع الخلطه الاخرانيه، يعني احنا كده تمام زي الفل اهو. ادي كده السجق شكرا ليه، هنشيله من على النار بسم الله ونركنه كده. ادي اول حاجه خلصت معانا في التشويح. هحط طاسه مكانه على طول. نعمل الكبده. هيجيلي سؤال هنا بقى دلوقتي، طب ليه ما حطيناش مثلا صينيه كبيره وخدنا كله تشويح مع بعضه؟ الكلام ده لو اغلبيه الحاجه اللي عندي مسلوقه الاول مستويه. مشكلتي النهارده، او هي مش مشكله النهارده، الاختلاف ان انا اغلبيه الحاجه نيه، تعتبر مفيش غير الفشه بس هي اللي اتسلقت الاول. فالحاجه النيه دي لازم تاخد حقها الاول في التشويح مع الفلفل الاسود، اولا عشان تبقى ريحتها حلوه، ثانيا علشان تبقى ضامنه التسويه. عرفتوا الفرق في ايه؟ امتى احط صينيه كبيره اخد كله على بعضه؟ لما يكون كله عندي مسلوق ما عنديش مشكله، لكن انا عندي اغلبيته ني لا. خلي كل حاجه تاخد التشويحه بتاعتها الصح النيه بالفلفل الاسود بالريحه الحلوه، وفي الاخر خالص اعمل خلطه تضم لي بقى كل الاطعمه الحلوه دي مع بعض. عشان دايما ايه بتسالوني، احنا قبل كده عملناها في صينيه كبيره، النهارده انت بتشوحي كل حاجه لوحدها عشان النهارده عندي الني كتير، الني اكتر، فانا ما ينفعش الني ده لازم اديله حقه في التسويه، ولازم قلبي يبقى مطمن انها كل حاجه فيها مستويه. فهمتوا بقى ازاي؟ ادي كده الكلاوي اهي ابتدت هي كمان لونها يغير. بيكي اهلا بيكي يا شيف هاله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا شيف هاله. الله يسلمك، عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ مدام سيام سامعاني؟ لا شكلك مش سامعاني. سامعاكي يا شيف هاله، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وطي التلفزيون واسمعيني. سامعك. طب انا وطي التلفزيون. وطي التلفزيون عشان واضح فعلا كده. ان انت سامعاني من التلفزيون. وطي التلفزيون يلا يا قمر. انا سامعاكي. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. سامعاكي يا حبيبه قلبي اتفضلي. سامعاني؟ سامعاكي. سامعاني يا شفالة؟ والله يا مدام سيام انت سامعاني. هنفضل نقول لبعض سامعاني سامعاني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك والله، تحترمي خالص والله. انا كنت بتفرج عليكي كل يوم
وبلاقي البرامج متعاده اقول هي راحت فين هي راحت فين، بس فرحت قوي والله عيطت لما شفتك على التلفزيون. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي ليا وما تحرمش والله انا عيطت خالص لما شفتك في الاعلان خالص. الحمد لله على السلامه، ربنا يكتب لك الحاجه الكبيره يا رب. يا رب في حياتك يا حبيبتي يا رب، وكده صحبه كده مع بعض يا رب. ربنا يوعدنا معاك يا رب. يا رب يا حبيبتي يكتبها لك ربنا وتدوقي الحلاوه والجمال يا رب. الله يسلمك، ربنا يخلي لك عيالك يا رب. تعيشي يا حبيبتي تعيشي، نورتيني يا حبيبه قلبي نورتيني. انا كده عملت ايه بقى، خدتكم في الكلام كده وعملت ايه، حطيت زيت وحطيت فلفل رومي على فلفل حامي على توم، اديتهم كده قلية خفيفة كده في الزيت، وبعدين نزلت بالكبدة عليهم وهقلب كده، وابقى كده عملت ايه كبدة اسكندراني كمان. حتى دي برضو هتاخد التشويحة بتاعتها لوحدها اهي بالشكل ده، سهلة جدا يا جماعة ومفيش ابسط من كده. قوليلي. حبيبتي كاتبه دلوقتي على اللايف بتقول عندها كل ده في الفريزر، بس جملي ينفع تعمله؟ طالما هتشوحي كل حاجه لوحدها لغايه ما تستوي تماما، طبعا ينفع جدا مفيش اي مشكله خالص. يلا طلعي واشتغلي بقى معايا وشوفي الصينيه في الاخر بسم الله ما شاء الله هتبقى عامله ازاي. كده انا كمان بشوح الكبده اهي. يبقى احنا لغايه دلوقتي يا جماعه عملنا ايه بقى عشان ايه ما نتوهش من بعض؟ شوحنا السجق طبعا ما خدش وقت خالص، وبعد كده شوحنا القلب لوحده على جنب لغايه ما لونه غير وابتدى يدخل في السوى، ركناه على جنب، وبعدين نزلنا بالكلاوي كلها برده بتاخد التشويحه بتاعتها لغايه ما لونها غير، وبعد كده رحت واخده القلب على الكلاوي تقليبه حلوه كده مع بعضيهم. وكل ده يا جماعه مع حاجتين، الزيت اساسي ورشه الفلفل الاسود اساسي كمان معانا. قولي لي مين معانا يا اسراء. يا ام علاء اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا شيخه؟ ازيك يا ام علاء عامله ايه يا حبيبتي؟ انا الحمد لله والله الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا قلبي والله حبيبتي. تسلمي يا ام علاء والله انت نورتيني يا ست الحبيبه. والله العظيم انا رحت السنه اللي فاتت زي الايام دي. شفتي الجمال يا ام علاء؟ والله العظيم يا شفاله شفته، وبتمنى بتمنى اروح تاني. يا رب يكتبها لنا جميعا، انا ماشيه من هناك بالدموع والله. دعيت لكم كلكم والله، ده انا حتى منزله لكم الفيديو على الصفحه. السنه اللي فاتت يوم 8/1. يعني يعتبر زي اليومين دول بالظبط. والله ونفسي نفسي اروح تاني. ربنا يكتبها لك يا حبيبتي عاجلا غير اجلا. تبعتي من ايام بيت العيله. الله يكرمك الله يخليك. انت حبيبتي حبيبتي والله يعني ما نوفيكي حقك يا شفاهه. يا رب يخليكي ليا. يا رب تكوني بقى دعيتينا هناك عند حبيبك النبي كده والجمال. طبعا كلكم والله، ده انا داعيه لكم ومصوره لكم فيديو كمان عند الكعبه هناك. ايوه انا هجيب بقى على اللايف. يا حبيبتي يلا خشي على اللايف انا معاكي اهو يلا. والله يا سيدي هاله ما كنت عاوزه اجي، سايبه عيالي وبيتي. صح والله. ما كنت عاوزه اجي. تحسي الدنيا وما فيها، انت عايزه بس تروحي تقعدي هناك بس كده. ولا حبيبك الحرم المكي كده لما تصلي الفجر مش قادره اقول لك على الجمال. والله والله يا ام علاء انا نازله الساعه 4، متخيله بقى 4 دي يعني الدنيا ساكته، ابص الاقي الساعه 4 دي الدنيا مليانه ناس كانها في عز الظهر. يعني سبحان الله بجد، يعني ربنا يكتبها لكم جميعا يا رب اللهم امين. بصوا بقى الكبده وحلاوتها وجمالها والريحه اللي طالعه من الكبده اهي. خلاص خدت التشويحه بتاعتها الكبده، طبعا ما بنتقلش عليها في السوى عشان ما تنشفش. ترجعي تقولي دايما الكبده بتنشف مني، تاخد صدمتها على نار عاليه صح، تتقلب كويس يا دوبك لونها يغير، شكرا خلاص اطفي عليها. وعندي هنا الكلاوي والقلب تمام دخلوا في السوى خلاص برده مع رشه الفلفل الاسود، وعندنا كمان السجق اتشوح. طب قبل ما نطلع فاصل بس سريعا كده عجينه الكفته عشان انا اقعد اكور في الكفته على ما انتوا هتطلعوا الفاصل وترجعوا. دي كفته السمين الصغيره او كفته العربيه طبعا اللي انتوا عارفينها. هاخد كده اللحمه المفرومه وهاخد بصله مبشوره، هاخد التفل بتاعها بس مش عايزه الميه كده اهو، هصفيها كده من ميتها
بصوا الميه اهي، وهنزل الشرش بصل ايه بس يا استاذ احمد، ده شرش، الشرش ده في حته في الجبنه يا استاذ احمد. لسه قبل ما امشي كنت لسه مسمياك مخرجنا الشيف، غبت فتره صح. وهنحط بابريكا هعوضها لك. ومعلقه بقسماط مهمه جدا، تمسك القوام بتاع الكفته لان احنا هندحرجها في الزيت فهي محتاجه حاجه تشدها شويه، فالبقسماط هو انسب حاجه للكفته يشد القوام بتاعها. وادي كده ايه شويه ملح وفلفل اسود وحطيت بابريكا وخلاص بس كده. هعجنها بقى كويس قوي لغايه ما تلين معايا، بصوا كده اهو. وبعد كده هعملها كرات صغيره خالص، هفضل انا بقى في الفاصل كده اعملها الكرات الصغيره دي لغايه ما هتطلعوا فاصل وترجعوا لي نشوف بقى بقيه صينيه التشويحه العملاقه النهارده بتاعت الاكيله هنعملها ازاي مع بعض. فاصل قصير بس اوعى القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي الكبد والكلاوي خلاص استوت معانا ما بتاخدش وقت خالص، والكبده كمان عملنا لها الخلطه بتاعت الكبده الاسكندراني، وهاجي دلوقتي اروح حاطه الاثنين على بعض اهو بالشكل ده. يلا يا عم سيف الروايح، يلا شم الروايح اكتر واكتر يلا. وعلشان الكبد والكلاوي والقلب تبقى ريحتهم حلوه بعد ما احطهم على بعض بالشكل ده هنزل بحوالي معلقه كبيره كده عصير ليمون عليهم. دي بقى مع سواء مع الكبده الاسكندراني او الـ القلب والكلاوي قد ايه بتدي ريحه حلوه جدا، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه بتخلي ريحه الاكله نفسها حلوه قوي اهو. يا ايات اهلا وسهلا. ايوه ازيك يا شيف، عامله ايه؟ ازيك يا احلى ايات في الدنيا، عامله ايه؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامة. يسلم عمرك يا حبيبتي، تسلمي لي يا ايات، تسلمي لي يا حبيبة قلبي. حضرتك عاملة ايه؟ مش بخير؟ الحمد لله فضل ونعمة والله الحمد لله، تعبت شوية بس تمام يعني. لا ألف سلامة على حضرتك. الله يسلمك يا ايات، ما تحرمش منك يا رب. تسلمي لي يا حبيبة قلبي. تاني والله ليكي وحشة كبيرة، بقالي كتير ما كلمتش حضرتك. ليه طيب يا ايات؟ طب أنا كنت مسافرة، أنتِ كنتِ فين بقى؟ معرفش ما انا كنت معلش بس عشان الدراسه وكده ما كنتش متابعه التلفزيون قوي. حبيبه قلبي نورتيني، واتمنى على طول كده ان انا اسمع صوتك معايا على طول حبيبه قلبي، نورتيني يا ايات. تعالوا بقى دلوقتي ايه اللي فاضل عندنا؟ اللي فاضل عندنا الحاجه الوحيده المستويه، ومع ذلك برضو طمعا في التشويح على الرغم انها مستويه الفشه، لكن هنديها برضو تشويحه حلوه جدا مع بصل جوليان بيديها طعم حلو قوي يا جماعه. وعلى فكره لو بتعملي الفشه لوحدها يعني مش الطريقه دي بس عشان الصينيه، لا الطريقه دي اعمليها على طول مع الفشه بتدي طعم حلو قوي. نجيب بلانشه وسكينه حاميه كده ماشي. دي بقى الخلطه بتاعتنا اللي هنلم بيها كل اللي احنا عملناه ده، الخلطه بتاعتنا اللي هي ليا مفرومه وبصل جوليان وتوم فلفل حامي وفلفل بارد وشويه خل وطماطمتين كده متقطعين جوليان. دي كده الخلطه بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ عشان الصينيه اللي انا حطاها سخنت بس شويه فايه واحنا لسه اصلا هنعمل الفشه، فهنعمل ايه؟ بص يا ستي شكلي كده محتاجه طاسه يا جماعه. ادي البوله دي، البوله دي احط فيها البصل بتاع الفشه، بصل متقطع رفيع كده عامل زي لما بنعمل البصله كده بتاعت الكشري اهو، مش عايزه فيها حتت تخينه بالشكل ده. وبعدين هحط على البصله دي ملح وفلفل اسود. يا منوها اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا منوها عامله ايه يا قلبي؟ وحشتيني وحشتيني والله. والله وانتي وكلكم وحشتوني والله يا حبيبتي. الف جد. الف مبروك، حجه مقبوله يا رب. يا رب يسمع من بقك ربنا. يا رب يسمع من بقك ربنا يا حبيبتي. ادعي لي ربنا يكتبها لي. يا رب نطلع كده يا جماعه يا رب مع بعض، اللهم امين. يا رب. يا رب يا حبيبتي يا رب. انت عارفه انا عندي 64 سنه، ربنا يديك انا بتعلم منك. يا نهار ابيض ده انت على دماغي والله، بتعلم منك حبيبه قلبي.
نورتيني انت حبيبتي والله. سلميلي ويا رب ما تلبسيش الاسود تاني على حد غالي ابدا. اللهم امين اللهم امين يا حبيبتي. تعيشي تعيشي. اشكرك الف شكر حبيبه قلبي. كده انا دعكت البصله بملح وفلفل اسود، وبعد كده هقطع الفشه بالشكل ده كده واحطها على البصل على طول. بجد مين اللي كتبت كده على اللايف؟ نجلاء 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 سالم كاتبه لي دلوقتي على اللايف وبتقول لي خليكي البسي على طول الطرحه الكبيره دي. عينيا حبيبه قلبي والله. وطالبه الرنجه في البيت. حاضر. الرنجه في البيت محتاجه سمكه معينه، هي دي المشكله. قبل كده لما رحت جبتها لكم من سوق العبور ساعتها كتير منكم قالوا لي طب ايه البديل؟ يعني مثلا احنا كتير مننا مش هيعرف يروح سوق العبور ويجيبها، طب ايه البديل؟ فهعملها لكم بالبديل. حاضر ان شاء الله. هنجيب لها نوع خشب معين كده في التدخين، لان كل ده لازم عشان تديكي نفس نتيجه الرنجه بتاعت المصانع بالظبط ان شاء الله. زي ما احنا متعودين مع بعض لما بنعمل حاجه في البيت البديل ده لا لازم يديني نتيجه محترمه والا ملوش لازمه. نقطع بقى الفشه كده. والاول الحركه بتاعت البصل دي مهمه جدا، ان انا ادعك البصل الاول بملح وفلفل اسود، وبعد كده اروح مقطعه الفشه بالشكل ده مستويه قوي، مستويه زياده عن اللزوم. ما انا بحب الفشه كده، بطلعها من الشوربه كانها مهريه واسيبها بره شويه تتشمع في الهواء تمسك تاني. بس تمسك ايه بقى مستويه؟ بصوا مش مستحمله، شايفين ازاي؟ عسل عسل والله العظيم يا عم سيف. اما نشوف النهارده الصينيه بتاعتنا دي هتستاهل الصفاره بتاعته ولا لا. انا مش هتكلم، هو وضميره بقى، هو وضميره. ماشي يا عم سيف. بس سمعوا سمعوا الحتت الزور والحتت اللي في الفشه دي اسمها ايه بقى؟ مين يكتب لي على اللايف يقول لي اسمها ايه يا حبايب قلبي؟ برافو عليكي شاطره يا اسراء. اسراء قالت صح، ما تغشش منها يا استاذ احمد. اسمها ايه دي؟ دي لا لا يا رحاب، دي اسمها ايه اللي بتبقى مع الفشه اللي هي حته الزور مع الحتت اللي عامله زي الكلاوي دي كده، ليها اسم حلو كده قولوا لي يلا. ايوه هي اسمها كده فعلا، برافو. لا ما نسيتوش يا جماعه والله ما نسيتوش. كنت خايفه ان الواحد يغيب عنكم شويه يرجع يلاقيكم نسيتوا كل حاجه. يلا بينا. ادي كده الفشه قطعنا كده ايه معظمها كده، ويلا عشان وقتنا لان احنا لسه عندنا كمان الكفته. برضو يا حبيبتي اللي كتبت دلوقتي كتبت دلوقتي على اللايف برضو عندها مشكله في القناه بتجيلها صوت فقط. قلنا قبل كده امسحيها، اي حد عنده مشكله في القناه احنا نزلنا بتردد جديد، امسحيها خالص من على الريسيفر وارجعي نزليها تاني هتنزلك مظبوطه ان شاء الله. بصوا بقى كده الفشه بالبصل المتبل، البصل اللي اتبل في الاول ادعكيها كده على طول، اعتمدي طريقه الفشه دي عندك. يلا حاضر. يبقى احنا كده عندنا عندنا الرنجه، وهاجر دلوقتي كتبت على اللايف عايزه التونه. حاضر. ويلا حبايبنا على التليفون ما تنسيهمش يا اسراء. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشتغل بقى في حاجتين كده مع بعض. عايزين نشتغل مين؟ ام محمد جاوبت صح، اسمها بس مش حلويات المذبح، هي اسمها الحلويات بس. حلويات المذبح دي بقى الحاجات اللي احنا بنعملها دي، لكن الزور والحتت البيضه الحلوه دي اللي مع الفشه دي اسمها الحلويات. تعالوا بقى دلوقتي ندي تشويحه للفشه. يلا يا سميه انت اللي جميله وانت اللي عينيكي حلوه يا قمر. كده الفشه بقى مش محتاجه ولا ملح ولا محتاجه فلفل اسود، لان البصل انا حاطه فيه كل حاجه في الاول خالص، ومش محتاجه اقرص عليها ولا اسيبها شويه لان هي اصلا مستويه. مين معانا؟
يا دعاء اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا شيف هاله؟ عامله ايه؟ يا احلى دعاء في الدنيا. كل سنه وحضرتك طيبه وسنه سعيده عليك يا رب. يا رب علينا جميعا يا حبيبتي. الله الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك يا قلبي. الله يخليكي. تعيشي يا حبيبتي. يا رب يبارك فيكي. تسلم عليك اقول لك وسنه طيبه. حبيبه قلبي وانت طيبه. الله يخليكي يا هاتي. شكرا يا حبيبتي. تسلمي لي نورتيني. كل سنه وكلكم طيبين وبخير يا رب. اللهم امين. عايزين ندي تشويحه للكفته. وكنا عايزين ماسك او اي حاجه نشيل بيها الصينيه. يا ريت يا عم احمد ماسك فوطه اي حاجه. اي حاجه. مين اللي بتقول لي كده؟ ام انس يا حبيبه قلبي. يا ام انس والله تسلمي لي. ام انس كاتبه لي على اللايف دلوقتي بتقول لي خليكي بالطرحه الكبيره دي بس كده انتوا تأمروا. الإعادة حاضر يا أستاذ أحمد. الإعادة اللي عايزين نعرف الإعادة الساعة كام؟ الساعة 5 6 8 الصبح. قولي تاني قولي تاني. 6 مساء 6 مساء و 8 الصبح تاني يوم. يعني النهاردة يا جماعة إن شاء الله في إعادة الساعة 6 بالظبط بإذن الله، وتاني يوم الصبح الساعة 8 إن شاء الله. كده بقى أنا جاهزة. أنا جاهزة بكل المقادير. تقطيع، برافو عليكي فعلا اسمها تقطيع. وانتي عارفة إن احنا قبل كده عملنا منها إيه بقى حبيبتي؟ اسمها إيه حبيبتي اللي قالت تقطيع؟ جيهان. عارفة قبل كده عملت إيه من التقطيع دي؟ عملنا حواوشي. تخيلي حواوشي تقطيع كان تحفة، حكاية ما شاء الله عليه. دلوقتي بقى التقطيع بتاعتنا على رأي جيهان أو كل مقاديرنا مظبوطة. الكفتة كمان نزلتها أهي في الطاسة. كفتة مش هديها ولا ملح ولا فلفل أسود لأن أنا حطاهم جوه عجينة اللحمة، فهي مش محتاجة تتبل، هي محتاجة تتشوح بس. تمسك كده وندخل بقى على الصينية نلم كل الحلويات الجميلة بتاعتنا دي جوه صينيه التشويحه. يا ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ الحمد لله على السلامه يا جميله. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. تسلم لي عمرك. عمر مقبوله يا حبيبتي. يا رب اللهم امين. يا الله والله بكيتيني وانت وسط الحمامه وسط المكان الجميل ده. جميل جميل. انت هناك تبكي كده من قلبك، تبكي من الفرح. والله انا رحت قبل كده الحمد لله ربنا كتبها لي، بس مشتاقه قوي. ربنا يكتبها لك تاني. اللي بيروح على فكره عشان تبقي عارفه بيبقى مشتاق اكتر. بيشتاق اكتر. والله اللي بيروح بيبقى الجنه مقبوله يا حبيبتي ويديك العوده ان شاء الله. يا رب يا حبيبتي انا وانتي وكل حبايبنا يا رب. اللهم امين يا رب. يا رب تكوني افتكرتينا بدعوه حلوه يا شفاء. والله دعيت لكم كلكم. الفيديو موجود على الصفحه. دعيت لكل حبايبي وكل عيلتي الكبيره. دعيت لكم كلكم والله. ربنا يا رب يخليكوا ويجعله في ميزان حسناتك يا حبيبتي ويديك الحجه الكبيره. اللهم امين. اللهم امين يا رب. اللهم امين ونكون صحبه جامعه باذن الله يا رب. يسمع من بقك ربنا يا حبيبتي ويكتبها لنا ربنا يا رب. اللهم امين. اللهم امين. نورتيني يا حبيبه قلبي. كده بقى يا جماعه تمام. الفشه قلنا احنا مش هنقرص عليها، لا احنا خلاص كده هي مستويه، فيا دوبك بس انا اديتها تقليبه او تشويحه كده مع البصل والزيت. ليه يا اسراء؟ نكمل الصينيه طيب ولا ايه؟ ها؟ لا على طول اهو على طول. يلا بينا. الصينيه سخنه مولعه. ماشي. بصوا بقى دي اخر خطوه معايا. كل المقادير اللي عندي خلاص انا شوحتهم كلهم الاول. هجيب بقى صينيه كبيره، اكبر صينيه عندك، وهي دي دلوقتي اللي هنلم فيها كل التشويحات بتاعتنا او التقطيع بتاعتنا. هحط زيت، احنا لغايه دلوقتي شغالين بزيت. هنا الخطوه الوحيده اللي هنحط حته ليا ضاني تطعم الدنيا بقى وتخلي الروايح دي في اخر الدنيا. اعملي يا ام محمد كل اللي كتبتيه دلوقتي على اللايف ده. ينفع جدا. يلا اشتغلي فيه واعملي اللي انا بعمله ده. ان شاء الله الصينيه تطلع من ايديكي زي العسل باذن الله. ناخد بقى كده الليه. يلا قشطه بلدي عاوزه تحطها مع السمنه في الكيك حطيها هتدي طعم حلو. محدش هيقولك لا. يلا
حطي. يا حبيبة قلبي الله يكرمك، كل حبايب اللي كاتبين الكلام الجميل على اللايف ده على دماغي من فوق، والله يا حبايب قلبي ربنا يخليكوا ليا يا رب، اللهم امين. دلوقتي الكفته بقى هي اللي لسه بتتدحرج اهي، وعندي اللية، وزي ما احنا متفقين يا جماعه في اللية، احنا معانا في مدرستنا اللية ما بنسيبهاش تسيح للاخر وتلون، بتقلب بمراره بعد كده في الاكل. امال احنا بنعمل ايه؟ بفضل اقلب فيها لغايه ما ريحتها تطلع عليا قوي، حتى لو الحتت بتاعتها لسه موجوده زي ما هي سيبيها، هو ده اللي بيدي الطعم القوي جدا جدا للاكل بتاعك اللي بتستخدمي فيه اللية. يعني ما تسيبيهاش تسلي ولونها يغير، لا. يلا اسيا، اسيا عندها 9 سنين وبتقولي نفسي تقولي اسمي على الهوا، اديني قلت اسمك يا احلى اسيا في الدنيا. بصوا كده مين شايلها لك، شايلها لك ادي كده يا جماعه اللية، بصوا مش هتغمق، مش هسيبها تسيح ولونها يغير، ممنوع منعا باتا. يلا اشرف، اشرف يلا يا عم سيف، الرساله دي جايه لك اهي، اشرف كاتب على اللايف وبيقول لك استعد يا عم سيف الروايح طالعه حلوه قوي. عشان انا بقول لكم كده العم سيف والصفاره بتاعته هيبقى اشهر مننا كده. تعالوا بقى ننزل، اه طبعا بقى ننزل بالثوم الاول طبعا، ودي حركه غريبه علينا، المفروض ننزل بالبصل لكن هنا لا، ننزل بالثوم الاول مع اللية والفلفل الحامي. جماعه جماعه انا عايزاكم الريحه اللي طالعه دلوقتي دي حالا توصل لكم، ازاي ما اعرفش. بصوا الثوم مع اللية مع الفلفل الحامي، اوعى وشك بقى ما شاء الله كده، تحفه تحفه تحفه، بسم الله ما شاء الله اهو يا جماعه. وبعد كده هروح نازله بالبصل، دي بقى الخلطه اللي هتجمع لي كل حاجه بجد. وتعالوا بقى هنا هندي ايه بقى، هندي بقى ملح وفلفل اسود، وهندي اي بهارات مشكله عندك او حتى بهارات ست الحبايب. يلا ادي فلفل اسود يا جماعه، الفلفل الاسود هنا بطل مجهول في ريحه الاكله الحلوه دي. وادي الملح، وادي انا عندي بهارات ست الحبايب يا حبيبه اهي كده. عزه بتقولي كاتبه على اللايف دلوقتي بتقولي ممكن مكان الزبده في العجاين، الزبده الصفراء ممكن زبده فلاحي؟ لا الزبده الصفراء حاجه في العجاين عشان ما تنزلش ميتها وتنشف لك المعجنات. هننزل بقى كده بالطماطم كده، خلي بالكم بصوا انا عملت حفره ازاي عشان اخلي الطماطم هنا تاخد صدمه صح فما تنزلش ميتها اهو، لو كنت نزلتها على الخضار كانت هتجيب ميتها. ونقلب يلا، اه برضو يعني حاجه زي السمين برضو يا صباح، صح تقليبه كده. وادي الخلطه بتاعتنا، قبل ما الخضار ده كله يدبل ابتدي بقى ايه، انزل واحده واحده بكل التشويحات اللي عندي، كانت دي كانت الكبده والكلاوي والقلب. يلا بينا بسم الله كده ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك على الجمال. شايفين الحلويات اهو، عسل عسل عسل. ايه تاني كان عندنا؟ كان عندنا السجق، يلا بينا بسم الله هننزل برضو بالسجق كده بالشكل ده. وكان عندنا الفشه اللي كانت مسلوقه الاول هننزل بيها برضو بسم الله كده اهي، الفشه بالبصل بتاعها اللي متبل كله كده على بعضه. بس يا ستي وهنقلب، وعلى ما الكفته عندنا تاخد التبصيمه بتاعتها الحلوه، هي قربت اهي خلاص بتتدحرج اهي معانا، تماسكت زي الفل
وعلى بقى ما اجيب بس حد يقلب لي الصينيه دي كلها. اطلعوا فاصل وارجعوا لي نقدم بقى الصينيه بتاعتنا النهارده مع بعض، ونشوف الغدا بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. ادي الصينيه بتاعتنا يا جماعه النهارده، ما شاء الله صينيه التشويحه اللي هي فيها كل حاجه اتشوحت لوحدها، لان كل حاجه كانت نيه، يعتبر ما فيش بس غير الفشه هي اللي كانت مسلوقه الاول، لكن الباقي كله كان ني، فعشان كده اسمها التشويحه، ان احنا بنشوح كل حاجه لوحدها الاول تستوي الاول، وبعد كده عملنا الخلطه الجميله بالزيت والليه المفرومه والروائح اللي عماله تطلع ماشي يا عم سيف، والبصل والثوم والفلفل الحامي والفلفل الرومي وتاني والطماطم، وبعد كده حطينا بقى كل حاجة اتشوحت لوحدها واستوت لوحدها، حطيناهم على بعض مع ملح وفلفل اسود واي بهارات مشكلة عندك، او لو عملتي معانا بهارات ست الحبايب. الريحة مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي دلوقتي، مالية المكان، كل حاجة فيهم طلع ريحتها حلوة، كل حاجة اديتها حقها سواء في التسوية او في التشويح او في الفلفل الاسود، وده اساسي معنا. الفلفل الاسود زي ما قلت لكم هو النهاردة هو جندي مجهول معنا، تعالوا بقى، بس مش مجهول، هو جندي معلوم يعني، الفلفل الاسود مهم جدا. تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنغرف ازاي. عايزاكم دلوقتي تكتبولي على اللايف تحبوا نعمل ايه بقى يخص راس السنة، ايه الاكلة اللي في الذكريات عندكم مرتبطة بست الحبايب، كنتوا دايما ليلة راس السنة كانت بتعملكم الاكلة دي وتجمعكم حواليها. يلا اكتبولي دلوقتي على اللايف وقولولي علشان نعملها مع بعض ان شاء الله. دي بقيت الخضار اللي احنا حطيناه في الصينية، البصل والطماطم والفلفل، بحطهم كده على العيش الاول بالشكل ده هكذا. يلا اكتبولي وقوليلي يا اسراء بقى، قوليلي يا حبايبنا ايه الاكلات اللي يحبوا ان هم يعملوها يوم راس السنه، نعملها مع بعض ان شاء الله. تعالوا بقى نجيب الصينيه الحلوه بتاعتنا دي، بسم الله ما شاء الله. مستعد يا استاذ احمد؟ يا عم عصام مستعد؟ يا عم عصام مستعد؟ جاهز؟ يلا بينا. جاهز؟ يلا بسم الله. احنا ما بنغرفش بمعالق يا جماعه، يا جماعه. خش يا عم عصام وقلبك جامد. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ادي يا جماعه الصينيه بتاعتنا النهارده، صينيه التشويحه او صينيه الاكيله، رشت بقى شبت صغيره كده على الوش او بقدونس، غير ان هي بتدي شكل حلو هي بتدي ريحه حلوه قوي. شايفين الجمال؟ الف هنا وشفا ليكم جميعا. قدمنا معاها طبعا السلطه بتاعتنا، سلطه الحاتي اللي هي يعني بالميه بتاعتها اكتر حاجه ممكن تفتح النفس جنب الصينيه بتاعتنا النهارده دي، وقدمنا كمان سلطه الطحينه وقدمناها على عيش بالشكل ده. اي حد بقى هيشد رغيف هيطلع معاه رزقه بقى هو ونصيبه. وبكده خلصنا النهارده الصينيه اللي يبان شكلها ان هي عمايلها تخض او خدت شغل كتير ولا حاجه، ابدا خالص، زي ما انتم شفتوا بالعكس كل حاجه فيها استوت لوحدها، وهوب عملنا خلطه حلوه قوي ورحنا جمعنا كل ده على بعضه، والف هنا وشفاء ليكم جميعا. بيكم بعد الفاصل، وزي ما انتم متعودين معايا في الفاصل ده بعد ما بنعمل الاكل الحلو بقى اللي احنا عايزينه، الاكل الشهي، وعايزين بقى ناكل بمنتهى الامان، بس من غير ما بعد كده اسبب لنفسي اي مشاكل صحيه، لا ليا ولا لولادي ولا لجوزي او لوالدتي او لوالدي، اي حد من افراد العيله، احنا النهارده في فقرتنا دي بنقدم له الامان على طبق من ذهب. طبعا مش انا، طبعا انا اقل من هذا بكثير. النهارده معانا ضيفتنا اللي دايما دايما منورانا ودايما بتجيب لنا العروض من الاخر، ودايما محببه الناس جدا فيها،
كل الحالات اللي بتتابعها بعد كده بيقعدوا يكتبوا على الفيسبوك ويتصلوا بينا، بيحبوها جدا، بيحبوا اسلوبها الهادي، بيحبوا طريقتها الشيقه جدا، بيحبوا الموضوعيه بتاعتها سواء في الهدايا او في العروض اللي بتجيبها لنا كده. طبعا انتوا عرفتوا معانا خبيره التغذيه النهارده مي سمير. ازيك يا مي؟ ازيك يا شيف هيل، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، جدا جدا جدا. وانت والله كلكم وحشتوني جدا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يعني نورتينا تاني بجد، مبسوطه جدا ان انا معاكي، واحنا بنقدم الحاجات الحلوه دي كلها ومنتجات التخسيس دي كلها وكل الحلول بتاعه المشاكل في برنامجك هنا عشان نساعد كل المشاهدين ان هم يحلوا كل حاجه، ان هم يحلوا كل المشاكل وياكلوا الاكل الحلو اللي احنا بنعمله ده. من غير امان، رقم واحد بامان ومن غير عذاب ضمير. بالظبط كده، رقم واحد ان انا يعني هطلع مع شيف هاله، فمش هينفع اقول لكم ما تاكلوش، يعني لازم هناكل، انا هاكل، كلنا هناكل، ومش هنحرم نفسنا من اي حاجه، وفي نفس الوقت هنحل كل المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهنا بسبب موضوع السمن او زياده الوزن. تمام. النهارده يوم مميز جدا جدا جدا، النهارده نازلين بعرض السنه. يعني ايه عرض السنه؟ عرض راس السنه او عرض بينزل معايا مره واحده طول السنه، بينزل معايا في اخر السنه، بيكون شامل كل منتجات التخسيس اللي قدمناها على مدار السنه كامله، بس المنتجات المميزه اللي جابت نتائج عاليه جدا مع الناس. حلو. يعني انا نزلت باكتر من عرض، باكتر من نوع كبسول، باكتر من نوع حقن واعشاب ونقط وهدايا مختلفه. انا النهارده مجمعه لك في كورس حلال المشاكل عرض راس السنه، العرض بتاعنا النهارده بيشمل كل المنتجات المميزه اللي احنا نزلنا بيها على مدار سنه كامله وحققت اعلى نتائج واكتر معدل رفع حرق مع الناس واكتر سد شهيه. فكره طبعا ذكيه جدا ان انت على مدار السنه تختاري بعنايه المنتجات اللي هي فعلا المميزه جدا. بالزبط. وكانت فعاله جدا، جمعتها النهارده مي في كورس واحد سميته النهارده كورس السنه، اللي هي بمعنى اصح كده بتعيد عليكم بالكورس ده. بالزبط. جايه تقول لكم كل سنه وانتم طيبين اكتر حاجات عجبتكم واكتر حاجات جابت نتائج مبهره على مدار السنه مجمعها لكم النهارده. معنى كده ان الكورس ده مميز جدا النهارده، مميز جدا، وبتمنى ان كل الناس تلحقه. النهارده كورس حلال المشاكل، حلال المشاكل يعني اي مشكله ممكن تكون بتواجهك تخص السمن او زياده الوزن، الشهيه العاليه، الحرق الضعيف، البطن، الكرش، الاماكن اللي فيها سمنه موضعيه، الحل بتاعك النهارده موجود في كورس حلال المشاكل. حلو جدا. طيب في النهارده كمان مفاجاه معايا، نازل النهارده معايا نوع كبسول جديد بقالنا اكتر من شهر بنجربه، النوع ده جايب نتائج يا شيف هاله رهيبه. رهيبه في سد الشهيه، الناس من اول كبسوله بتاخد الكبسوله تقول لك انا الشهيه عندي اتقفلت تماما، بيرفع معايا معدل حرق الجسم 4 أضعاف في الحرق الطبيعي، بيقضي معانا، احنا بنلاقي نتائج من اول اسبوع منطقه البطن والجناب اللي عامله ازمه للستات وللرجاله، من اول اسبوع بنلاقي نزول ما شاء الله تحفه في منطقه البطن والجناب والارداف واماكن تجمعات الدهون. ده بنوع كبسول جديد، ده النهارده موجود برده معايا في كورس حلال المشاكل. عرض رأس السنة النهاردة عبارة عن ايه؟ عبارة عن كورس اساسي كبسولات ونقط واعشاب. الكورس ده يكفي معاكي مدة شهر كامل، ده الاساس بتاعك النهاردة. انا مقدمة لك النهاردة عليه كورس تاني زيه مجانا، هدية من الشركة لكل مشاهدين شيف هالة. يعني الاساس بتاعي كبسولات ونقط واعشاب، ده اللي هاخده وهدفع السعر بتاعه. والنهاردة كمان معانا خصم. طيب الهدية اللي عليه كبسولات تانية ونقط تانية واعشاب تانية، اصبح ان انا كده معايا من كل حاجة 2. حلو قوي. دول ينزلوكي قد ايه؟ 6 منتجات دول في خلال 60 يوم، ينزلك 30 كيلو في 60 يوم مش اقل من كده. بالتجربة وبالنتائج اللي احنا شفناها على مدار سنة كاملة على المنتجات دي، ينزلك مش اقل من 30 كيلو. حلو. طيب معانا الثلاث هدايا النهارده بمناسبه راس السنه. الثلاث هدايا دول انا نقيتهم واخترتهم كده بعنايه جدا. ليه؟ لان دول اكتر ثلاث هدايا واكتر ثلاث منتجات الناس لقت عليهم نتائج حلوه قوي قوي قوي. حقنتين الحرق دول اول حاجه. النهارده بقدم لك على كورس حلال المشاكل حقنتين يرفع لك معدل حرق الجسم جدا في الجسم، يقضي على الخليه الدهنيه، يمنع تكونها مره تانية، يرفع لي معدل حرق الجسم كاني بنزل العب كل يوم ساعتين رياضه في الجيم. يبقى انا كده كورس وعليه كورس وعليه حقنتين تعليه حرقي، برده كل شهر هاخد حقنه. اخر هديه بقى، الهديه القيمه الحلوه جدا اللي احنا على مدار سنه كامله لقينا نتائج برده مع الناس حلوه للستات وللرجاله. ايه هي؟ بيوتين الشعر. انا النهارده بقدم لك كورس تخس عليه من 30 ل 35 كيلو، بقفل لك الشهيه وارفع الحرق واحل لك كل مشاكل السمنه. ما نسيتش مشكله الشعر للستات وللرجاله وللسن الصغير 13 14 سنه، اللي هو بيتاثر بمنتهى السهوله وممكن يقع
يقع بقى التقصف. هم بيكون عندهم سوء تغذية أساسا. أوه. حتى لو وزنها زيادة هي عندها سوء تغذية. فتلاقي الشعر بتاعها بيتأثر. أنا النهاردة مقدمة لك حل لكل مشاكل الشعر عندك بقى هي شين. عندنا تساقط وده مشكله شائعه جدا جدا جدا. فراغات فروه الراس، الشعر بتاعي ما فيش انبات للشعرايه ان هي احس ان انا شعري كثيف وتقيل، الشعر بتاعي هايش، في خشونه، اي حاجه، في تقصف، كل ده بيعالجه مين؟ بيوتين الشعر اللي انا منزله لك النهارده. البيوتين معروف ان هو بيساعد على افراز ماده الكرياتين للشعرايه، فده بيحسن من شكلها، يديها لمعه، نعومه، يمنع الهيشان، ويساعد على ان انا اعمل انبات للشعر كمان. فهتلاقي على نهايه فتره الكورس مع طبعا التخسيس اللي هو بتاعي الاساس النهارده، الشعر تقل، طول، بقى فيه لمعه، منعنا الهيشان والخشونه وكل الكلام ده. طيب تعالي ناخد مريم. يلا يلا يا مريم. الو، ازاي حضرتك؟ شوف ازيك يا مريم، عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ اخبارك الحمد لله تمام. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله والله، فضل ونعمه الحمد لله. ممكن اكلم دكتور ماي؟ اتفضلي، ايه معاكي؟ سامعاكي، اتفضلي. دكتور عامله ايه؟ ازيك يا مريم، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. انا بصي، انا بشكرك جدا والله، يعني الحوار بتاع التخسيس دوت والله انقذ حياتي بمعنى الكلمه. يا نهار ابيض، انت اصلا ليكي تجربه، اخدتي الكورس؟ ايه، اخدتي الكورس صح؟ انا كنت متجوزه بقالي 3 شهور، 3 سنين انا اسفه. تمام. وبصي، خلافات الدنيا كلها بسبب انا وزني مش كبير، بس انا مشكلتي ان انا الدهون على بطني. فانا حوار الحمل اتاخر معايا شويه. اوكي. طبعا كشفت كتير وعملت كل دايت وكل حاجه، كل ما اروح لدكتور يقول لي ان انا عندي تكيسات ولازم اخس. لازم تخسي طبعا. الحمل لما اخس. وطبعا انا مش عارفه ان انا اخسني، انا كل ما اعمل دايت ما بنزلش، يعني ما بنزلش ناحيه بطني، انا بنزل وشي الحته اللي فوق تنزل، لو هو حد كانه تعبان. اوكي. فانا خدت الكورس والحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. يعني انا دلوقتي لسه عارفه من الدكتوره امبارح ان انا حامل، انا ماشيه عليه بقالي شهر ونص. ما شاء الله ما شاء الله، والف مبروك. الله يبارك فيك. فبشكر حضرتك والله جدا والفريق الطبي، يعني انا والله من الفرحه حاسه ان انا عايزه اعيط. يعني شكرا جدا. الف مبروك يا مريومه. طب قولي لي، نزلتي وزن قد ايه؟ وقت قد ايه؟ 9 كيلو. انا نزلت، انا 9 كيلو وكنت باكل، بس الفكره ان انا نزلتهم في يعني في اول شهر 9 كيلو دولت. حلو. بس بطني نزلت خالص، انا بطني كان حد عارف عمل لها عمليه تكميم متشدد. ده اللي بتكلم فيه. فبشكر حضرتك جدا والله، يعني وبشكر الفريق الطبي، ربنا يخليك يا رب. شرفتيني، نورتينا يا مريم. يعني شكرا جدا، نورتينا. يعني يا جماعه، مثلا مشكله لو شفناها، مشكله مريم دي، هنلاقي ان ما شاء الله الحل اهو قدامنا، بسيط وحل امن جدا. يعني هي المشكله عندها مشكله، هي حياتها كلها طبعا. يعني يعني عدم الانجاب او بشكل عام او تاخير الانجاب بسبب ايه؟ ان اغلبيه الدهون اللي موجوده على البطن. بالظبط. انا عايزه اقول لك حاجه يا شيف هيلة، الدهون اللي بتكون في منطقه البطن او الكرش، مش بس يا جماعه بتكون مشكله في شكل الجسم او شكل البطن، او مثلا مش عارفه البس مثلا بنطلون او جيبه او شكل يبقى حلو، لا، ده مشاكل صحيه كتير جدا ورا الدهون دي. بتلاقي دهون على الكبد وعلى الكلى في منطقه البطن من غير ما تكون عارفه. في حاجه اسمها كبد دهني، بيتكون مع الناس مجرد ما تلاقي عنده منطقه البطن او الكرش، وهو ما بيكونش عارف غير بعد فتره يبدا يكشف، يلاقي اعراض جانبيه معينه، يبقى بسبب دهون على الكلى وعلى الكبد وكل ده. تكيس المبايض برضه بسبب مشكله البطن او الكرش او السمنه اللي بتكون زياده في الجسم. وبعد كده بنلاقي بقى لا قدر الله مثلا الضغط بدا يعلى، سكر، كوليسترول، مقاومه انسولين، تعب في الحركه في المفاصل، التنفس بتاعي صعب، كل ده بسبب السمنه وزياده الوزن. انا النهارده بخاطب اصحاب الاوزان العاليه، الناس اللي 100 150 160 كيلو اللي فقد الامل ان هي تنزل وزنها. انت النهارده معاكي كورس هينزلك من 30 ل 40 كيلو، الكورس لوحده من غير الحقن ينزل معايا 30 كيلو مضمونين في 60 يوم. تخيلي بقى مع الحقنتين الحرق كمان. بالظبط. دول ايه؟ 10 كيلو لوحدهم مثلا، يعني احنا بنقول من 8 ل 10 كيلو على الحقنتين دول. طب الحقن استخدمها ازاي؟ الاساس بتاعها هتتاخد عضل ترفع معاكي معدل حرق الجسم. طب انا بخاف بقى من شكه الابره، مش عايزه اخد الحقن، عايزه اخدها بشكل بسيط اكتر. هتحطيها على ميه او على عصير، تكسري الحقنه او الامبول تحطيه على ميه او على عصير، يرفع لك معدل حرق الجسم ويديكي نفس الافكت. كنت لسه اقول لك، هي نفس النتيجه ونفس نفس النتيجه ونفس رفع الحرق. طيب تعالي ناخد صوره كده قبل وبعد. يلا بينا نشوف كده قبل وبعد حاله كده من الحالات. انجازات بقى كورس حلل المشاكل اللي بنتكلم عنه النهارده، نزلت معانا 32 كيلو في خلال شهرين. طبعا السن كبير جدا، الحركه قليله جدا يا شيف هاله،
فبالتالي ان هي فاكره ان هي صعب انها تنزل 32 كيلو في خلال شهرين وبتاكل اللي هي عايزاه عادي، بتاكل اكل البيت من غير دايت من غير رياضه، اخذت كورس حلال المشاكل. بصي منطقه البطن الارداف الدراعات الجسم كله اتغير، الجسم كله الناحيه الثانيه هنبص نلاقي بقى ايه شكل الجسم متناسق، الدراعات نزلت، البطن، الجناب، الكرش، الارداف، كل ده بيتحسن معاكي مجرد ما تاخدي كورس حلال المشاكل. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الجسم اتغير، الشكل اتغير، تحسوا كمان ان السن صغر يعني، والحركه بتاعتها بقت اسهل أكيد. يعني بتقولي بقى بصلي احسن بشكل احسن من غير ما كنت تعبانه، بتحرك احسن، بتحرك جوه البيت، بعمل الاكل مش عارف ايه بشكل اسهل وشكل بسيط وانا مرتاح. طيب نقطتين عايزه اكد عليهم النهارده. اول حاجه النهارده الكورس بتاعي مصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء. يعني ايه؟ يعني انت واخده النهارده كبسولات ونقط واعشاب وانبولات كل مكوناتها حاجات طبيعيه، الياف، فواكه استوائيه، فيتامينات، كالسيوم، معادن، كل الحاجات دي طبيعيه، هي دي مكونات الكورس بتاعي النهارده. الحاجه الثانيه بقى اللي عايزه اقولها، النهارده معانا خصم 65% على الكورس بتاعي. حلوه قوي. راس السنه لازم اقدم هديه حلوه، لازم اقدم خصم كويس جدا للناس، كل الناس النهارده في مقدرتها ان هي تاخد كورس حلال المشاكل، سعره اقتصادي جدا جدا جدا، مناسب لكل بيت مصري، والميزه اللي فيه ان هو مصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء، وتاني حاجه في كل المكونات اللي نزلنا بيها على مدار السنه وجابت احسن نتائج مع الناس. ما انا بقول لك انت النهارده حركه ذكيه جدا جدا، انا عجباني ان هي زي يعني مثلا ايه، زي ما انا مثلا لما اجي اعمل كده احصائيه لاحلى الوصفات بالظبط مثلا على مدار السنه اللي عجبتكم مثلا ونرجع نعيدها تاني، مي النهارده عملت كده، عملت احصائيه على مدار السنه كلها ايه المنتجات اللي جابت نتيجه حلوه وكانت فعاله 100%، جمعتها النهارده في الكورس بتاعها حلال المشاكل، ومحدش بيحل لنا المشاكل كلها زي مي وكورس حلال المشاكل بتاع مي. تعالي ناخد ده كريم على التليفون. يا كريمة اهلا وسهلا. الو، ازيك يا كريمة؟ ازيك يا ست الستات، يا قمرة القمرات كلهم، يا رب يخليك. ايه ده، ايه الرضا ده كله يا كريمة؟ ده انت راضية عننا خالص. الحلوة دي حبيبتي، اهلا بيك يا كريمة. والله العظيم يا شيف هالة انت ما تعرفيش، انت بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. ازاي؟ ربنا يخليك يا كريمة، تعيشي. ربنا يحليلك ايامك يا رب. الله يخليك، اتفضلي احنا معاكي. كل سنة وانتم طيبين اولا. وانت طيبة. وعايزة اشكر الامورة العسولة اللي يعني بجد بجد حتة سكرة وكلامها كله صح والله. حبيبة قلبي، طب احكي لنا، طيب لو في اي تجربة. بصي يا ستي، انا المفروض بعد ما ولدت كان والدة قيصري 3 مرات، وكان عندي يعني غضروف مش تمام خالص، والتهابات في الفقرات حادة. اوكي. لدرجة ان الدكتور قال لي لو خدتي الكورس بتاع العلاج وما ارتحتيش لازم ندخل جراحة. فجبت الكورس من عندهم، والله يعني اللي هو بقول كده يعني وخلاص، بقيت اسمعك واسمع البرامج واشوف وكده، انت عارفة الموضوع بقى على كل القنوات. بس ثقتي في الشيف هي، لو ثقتي ان هي مش هتجيب لنا اي حاجة خلاني اجرب. بس بصراحة يعني بقالي 3 اسابيع بالظبط خسة 12 كيلو. ما شاء الله. الموضوع بالنسبة لي مش خساسين، صحة بقى يا شيف هيلة، صحة صحة، وفي نفس الوقت بتاكلي كل حاجة. انا ما كنتش بعرف ظهري ولا رجلي دي، كنت بعرف امشي وانا مش كبيرة، انا 38 سنة. مشكلتها كانت صعبة قوي. بس وجبت بقى الاسبوع اللي فات لاختي 19 سنة كان عندها بطن رهيبة، انا هي ما كملتش 10 ايام بطنها بان عليها جدا النزول. ما شاء الله، حلو. طيب بجد ربنا يبارك لكم، وحبيت بجد اتصل، وفرحانه قوي ان انا سمعت صوتك وعرفت اوصل لكم، لاني بتصل بقالي كام يوم بيدي مشغول. مكمله يا كريمه بقى، انت كده بتقولي بقالك 3 اسابيع. طبعا طبعا، وميرسي يا استاذه مي، وبجد فريق طبي ممتاز ممتاز ممتاز. شكرا ليك يا استاذه كريمه، وعايزه اقول لك كلمه، طبعا كل سنه وانت طيبه عشان راس السنه وسنه جديده باذن الله هتكوني غيرتي فيها كل حياتك وكل المشاكل اللي عندك. شكرا ان انت خدتي الخطوه، شكرا ان انا ما سبتش نفسي، او اختها الصغيره تقريبا قالت حاجه زي كده، اختها اخذت الكورس برضو، ان انا ما سبتش نفسي للسمنه، لزياده الوزن، للدهون، للسموم اللي جوه الجسم، للمشاكل الصحيه اللي ممكن اعاني منها. احنا النهارده احنا بنشتري اكل ولبس وبنخرج وبنعمل، بس انا النهارده بقول لك مبلغ صغير جدا من اللي احنا يعني يوميا بنصرف منه غصب عننا في كل حاجه، هتحطي مبلغ بسيط في كورس صحي بسيط. ده غير الخصم اللي انت جايباه يا مي النهارده. هو الخصم طب نحصل عليه ازاي يا جماعه، او نلحقه ازاي؟ عن طريق ارقام التليفونات اللي موجوده دلوقتي قدامكم على الشاشه، وكل رقم من دول عليه خدمه الواتساب، وكمان صفحه الفيسبوك هتنزل لكم اهي.
نقدر نطلب عرض النهارده عن طريق الفيسبوك او ارقام التليفونات او خدمه الواتساب. النهارده العرض نازل لمره واحده بس، مره واحده النهارده كورس في السنه ينزل مره واحده في راس السنه، عرض حلو جدا مميز. الخصم بتاعي النهارده 65% على الكورس، توصيل مجانا لحد البيت، متابعه مجانيه طول فتره ال 60 يوم مع دكتور او دكتوره بيتابعكم لحد ما نوصل للوزن المثالي. والاهم من ده كله انا مجمعه لك كده الكريستالات بتاعه السنه كلها، افضل منتجات جابت معانا نتيجه مع الناس وباختلاف حالاتهم. جمعت لك النهارده 9 منتجات في كورس حلل المشاكل، خلاصه عالم التخسيس كله. الكورس بتاعنا النهارده هو رقم واحد في عالم التخسيس في مصر، يعني بشكل عام في كل المحافظات، مفيش حاله اخذت الكورس ده يا شيف هاله ما نزلتش عليه. اللي تقولي بنزل 10 كيلو في الشهر بكل اريحيه، 15 18 كيلو على حسب كل حاله. يعني الحاله اللي كانت لسه معانا دلوقتي بتتكلم قالت لك ايه 12 كيلو في 3 اسابيع، يعني لما تكمل ان شاء الله الشهر هتوصل لحوالي 17 كيلو في الشهر الواحد، ولسه معايا الكورس الثاني. فانا بخسسك، بعمل لك نحت، بقفل معاكي الشهيه لان الكورس النهارده كله مكونات طبيعيه والياف، بعمل لك نحت بالتوت البري والجارسينيا اللي موجود معايا النهارده جوه الكورس، فيتامينات، بيوتين الشعر. النهارده هنخلص الكورس بتاعي وزني نازل وعامله نحت ورسمه شكل الجسم ومنزله بطني، وفي نفس الوقت كمان اهم حاجه الشعر، شعرنا هو الزينه، لازم ان انا احافظ عليه، لازم يكون في صحه، لمعان شعري يكون شكله تقيل، ان انا احسن ده واحسن الصحه بتاعه الشعر بايه؟ بيوتين الشعر اللي نازل معانا النهارده هديه على العرض. وكمان عشان ما نبقاش بنعالج حاجه وقصادها بنسيب حاجه، حاجه تانية تبوظ او حاجه تانية تتاثر، لا بالزبط. النهارده احنا زي ما تقولي كده عاملين حصار للموضوع كله، كل حاجه، التخسيس والتجميل كمان والشعر ما نسيناهوش النهارده. وخلي بالكم من معلومه انا فهمتها دلوقتي من مي، ان البيوتين النهارده للشعر للراجل والست. اه طبعا ده اساسي، رجاله وستات كتير فاهمه، لا الحاجات اللي زي كده بتبقى للسيدات، لا بس. التجميلي ستات ورجاله، وموضوع الشعر بالذات كمان سيدات ورجاله. بتقل الشعر، بديله لمعه، لو عندنا مثلا فراغات فروه الراس بيتحسن معاكي، ده كله هديه قيمه جدا جدا على كورس التخسيس بتاعي اللي هو كبسولات ونقط واعشاب، وعليه كورس تاني كبسولات ونقط واعشاب، وعليه حقنتين الحرق، وعليه بايوتين الشعر النهارده نازل معانا خصم 65%، توصيل مجانا لحد البيت. النهارده الكورس بتاعنا بكل الكورسات اللي جربتيها قبل كده واللي ناويه تجربيها هو النهارده ده، خلاص ولا بقى قبله ولا بعده. ما انت جبتي الخلاصه بالزبط. احنا كان المفروض نسميه النهارده كورس الخلاصه بالظبط، اللي خدنا فيه خلاصه السنه كلها. ناخد هويده على يلا بينا. يا هويده اهلا وسهلا، ازيك يا هويده؟ يا هويده مساء الخير يا شيخ. مساء النور يا قمر، ازيك؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي، اهلا بيكي. وسنه سعيده عليك يا رب. الله يخليكي يا هويده، اتفضلي يا قمر. ممكن اكلم دكتوره مي؟ اتفضلي مي معاكي. ازي حضرتك يا دكتوره مي؟ ازيك عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه بقى وانت بتعملي عروض جميله كده. وانت طيبه، تسلمي لي، اتفضلي. اولا انا اخدت الكورس لبنتي كان عندها 16 سنه. حلو، تمام ماشي. انا متابعه معاكم حوالي دلوقتي بقالي 3 شهور. 3 شهور؟ حلو جدا. مظبوط كده، هي نزلت الحمد لله في خلال الثلاث شهور دول حوالي 35 كيلو، هي وزنها كبير شويه، كان 120 كيلو. و16 سنه هي كانت كام وزنها قد ايه؟ 120 كيلو. اوكي تمام. عندها طبعا كان عندها مشكله ان اصلا عائله ابوها كلها، يعني باباها كان عنده السكر تمام، وعائله باباها كلهم يعني عندهم موضوع السمن ده، وهي الوحيده اللي في عيالي طلعت يعني فيها الحته دي. يعني سمنه وراثيه مثلا، نقول سمنه وراثيه. للاسف من عيله الاب، بس يعني احنا حاولنا والله معاها كتير قوي بس ما عرفناش. عايزه اقول لك كمان كان للاسف دخلت كمان في قمه انسولين، وكانت داخله في مرحله السكر زيهم. يا نهار ابيض، سنها صغير. طبعا صغير 16 سنه. حوالي 35 كيلو. انا حابه اشكركم. شكرا ليكي ان انت خدتي الخطوه. ده كان انجاز بالنسبه لي لان هي ما بتبطلش اكل. السن ده برضو بتحب تلاقيها بتاكل حلويات وحاجات مقليه. وصفات بقى الشيف هاله بقى. برضو بصي يعني الناس كلها وصفات الشيف هاله كلها. ما انا بجيب لكم الامان اهو، انا بجيب لكم الامان، يعني احنا بنلغي تماما المدرسه القديمه اللي انا عشان اخس لازم احرم نفسي، احرم نفسي من نعمه ربنا، ورقه الدايت وممكن اقعد في الاوضه لوحدي واقعد اروح اجيب منتجات ليا وبمبلغ قد كده وافضل اتابع، مفيش الكلام ده، دي كلها كانت المدرسه القديمه. وفي نفس الوقت انا لو في مع المدرسه القديمه بعد كل المعاناه دي، لو نزلت كيلو ولا 2 كيلو قصادهم مشاكل صحيه بتظهر بعد كده قد كده، ولو كملت بالظبط. قفلت ولا لسه معانا؟ انت معانا يا وايده؟ طيب معاكي يا حبيبتي، معاكي. طيب انت ايه بقى، هنكمل ولا خلاص كده ولا هنعمل لا ايه؟ لا هنكمل ان شاء الله، هاخد لها العرض. هيبقى العرض النهارده ما يفوتكيش. معاكي لحد ما توصل للوزن اللي هي عايزاه.
حلو. ان شاء الله 35 كيلو في 3 شهور او قالت 32 كيلو تقريبا في 3 شهور لبنت عندها 16 سنه. الوزن الاوفر ويت على فكره ال 100 120 150 بينزل معايا اسرع من الوزن البسيط. ودي حاجه الناس ما تعرفهاش ان الوزن معايا الزياده الكتير بينزل معايا بشكل اسرع. حلو. وبسرعه كمان وبشكل امن. طيب هي النهارده بقى تلحق العرض بتاعنا النهارده كورس السنه. النهارده عرض راس السنه كورس حلال المشاكل. الحقي العرض النهارده. العرض النهارده بجد شيء فعلا ما يتفوتش. بتمنى بتمنى كل الناس تلحق العرض. اخر مره نزلنا بعرض حلو برده كان حلال المشاكل من فتره في خلال ساعتين العرض خلص. فانا النهارده موفره كميه كويسه. نحاول نلحق العرض النهارده. الخصم حلو قوي. الكورس كله النهارده خلاصه عالم التخسيس في 60 يوم. هتنزلي من 30 ل 40 كيلو وقت بسيط جدا وبشكل امن مصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء. تعالي ناخد صورتين كده قبل وبعد. يلا بينا نشوف كده حبايبنا. يعني مثلا العنصر الرجالي بقى يعني عشان الناس برضه بتقول لك ده سيدات فقط. بصي قبل وبعد شوفي نزل معانا هنا من 135 ل 78 كيلو. ما شاء الله. وزن كبير جدا في قد ايه؟ في 5 شهور واسبوعين يعني 5 شهور ونص نزل معايا الوزن ده. كان بياكل كل اللي هو عايزه من غير دايت من غير حرمان. موضوع الرياضه برضه ما كانش قادر. ما كانش عنده الحماس ان هو بقى ينزل جيم او يلعب رياضه وما عندوش كمان وقت. نعمل ايه؟ نرفع معاه معدل حرق الجسم عشان احرق كل الدهون المتكتله في الجسم. بصي منطقه الكرش والجناب هي اكتر مشكله شائعه عند الرجاله. يقول لك ان الكرش والجناب عندي هي اللي عامله لي ازمه في اللبس وشكلهم كله مثلا وهم قاعدين بالظبط لو على مكتب او حاجه فتلاقي طبعا الحركه بتاعتنا قليله. ولو بيروح بقى بالليل ياكل وينام يعني يتعشى وينام دي المشكله. ده يعمل له منطقه البطن والكرش. نزل معانا الناحيه الثانيه. بصي مفيش ترهلات. الدراعات والبطن الجسم كله منحوت. ده اللي بتكلم عليه. انا النهارده بخسسك بعمل لك نحت بعمل لك تثبيت. يعني ايه تثبيت يا شيف هاله؟ يعني انا دلوقتي وصلتك للوزن اللي انت عايزه اللي انت بتحلم بيه. نزلتك 30 40 50 60 كيلو بثبت لك بالكورس بتاعي التثبيت اللي موجود النهارده معايا جوه كورس حلال المشاكل. حلو. نشوف صوره كمان. يلا بينا يا عبد الوهاب. في صوره كمان. يلا ادي صوره تانية. دي النحت بقى. بصي بقى البطن الكرش. بصوا النحت يا جماعه مشكله طبعا كبيره جدا. لسه قايلين مشكله البطن مش بس مش في الشكل بتاعي بتسبب لي بعد كده مشاكل صحيه ثانيه. هنا هنبص بقى الناحيه الثانيه من الصوره الاولى للصوره الثانيه. نزلت معايا قد ايه؟ 35 كيلو. طيب منطقه البطن الجناب الارداف ده كله اتنحت. الدراعات بصي شكل الجسم الناحيه الثانيه شايفه لها كانها عامله عمليه شد بقى ونحت وتجميل. كفايه ان هي يعني منتهى التحدي والثقه اللي في الدنيا. الجسم مشدود ازاي؟ واقفه كمان طبعًا. بالجنب يعني متصوره بالجنب يعني. شكل الجسم بقى حلو جدا. مفيش بقى بطن مفيش تكتلات دهنيه في الظهر في الجناب الارداف. الناحيه الثانيه جسم منحوت رشيق جدا. شكل الجسم حلو. عملنا تثبيت خست بصحة وبأمان وبشكل بسيط. وانت قاعدة في بيتك هتخسي. هنرفع معاكي الحرق هنقضي على الخلية الدهنية هنزلك منطقة البطن اللي عاملة لك مشكلة. جربي النهاردة. مش هقولك مش هتخسري حاجة لا انت هتكسبي ان شاء الله بإذن الله. النهاردة الله. هتكسب صحتها. هتخسر بس حاجة واحدة الدهون والوزن الزيادة اللي في وهي دي الخسارة الوحيدة اللي دايما بنبارك عليها يعني ونقول لهم مبروك خسرت ومكسب. طيب المرحلة دي كده يا مي فقد ايه مثلا وصلت كده فقد ايه؟ نزلت معايا في خلال شهرين. يعني انا في الغالب بنزلك من 30 ل 40 كيلو في خلال شهرين. على حسب بقى كل حاله على حسب كل جسم. ممكن حد ينزل 30 32 39 40 كيلو في خلال شهرين. بنلعب في الرينج ده من 30 ل 40 كيلو. فانا النهارده بضمن لك النتيجه. يعني انت مش هتخسي اقل من 30 كيلو. وعايز اقول لك على حاجه مجرد ما انا بنزل 5 او 10 كيلو تلاقي فرق رهيب في شكل الجسم. طبعا في الوش بيبان. الدقن المزدوج التكتلات الدهنيه هنا والكتاف ده كله بتلاقيه من اول 5 او 10 كيلو نزل. فهتلاقي نتيجه حلوه جدا على الميزان وبشكلك قدام المرايه. وفي المقاسات هنغير مقاس تقريبا كل 3 اسابيع. هتلاقي نفسك تلقائي متشجعه ان انت تكملي. انا عايزه بقى اوصل لوزن المثالي. ايه ده انا بخس بسرعه وبشكل امن؟ لا وصليني بقى الوزن المثالي. عارفه اللي لما بنقول ان سقف الطموحات بقى بيعلى بيعلى بالظبط. يعني انا بدل ما كنت بقول يا رب كيلو 2 كيلو 5 كيلو بس وانا راضيه. هم تلاقي نفسك بقى ده وصلتي ل 15 كيلو. طب لا انا عايزه 5 كمان هي 10 كمان. بتقول لي بصي يا انا راضيه ب 5 كيلو بس اخسهم.
وبعدين تقولي ايه الو انا نزلت مثلا 12 كيلو بس يعني انا محتاجه ممكن انزل يعني 12 انا عايز انزل اكتر 20 30 وبنكمل الحمد لله لحد ما نوصلهم للوزن المثالي. طيب قبل ما نختم نقول تاني مكونات الكورس بسرعه كده على يلا بعض. النهارده عرض راس السنه كلمه السر، خشي ابعتي على الواتساب او على البيج او اتصلي اسرع عشان تلحقي العرض، قولي عايزه عرض راس السنه حلال المشاكل. عباره عن ايه؟ كورس اساسي كبسولات ونقط واعشاب يكفيكي شهر كامل، عليه هديه كورس زيه بالظبط كبسولات ونقط واعشاب للشهر الثاني، وعليهم ثلاث هدايا قيمين جدا، حقنتين تعليه معدل حرق الجسم وعلبه بايوتين الشعر حلال لكل مشاكل الشعر اللي ممكن تواجه سيدات او رجاله، خصم 65% وتوصيل مجانا لحد باب البيت. وارقام التليفونات كانت قدامكم على الشاشه، ونزلنا كمان بصفحه الفيسبوك، وما تنسوش المتابعه مجانيه مع فريق طبي على اعلى مستوى، وكمان الشحن مجانا لجميع المحافظات. شكرا يا شكرا لك يا شيخه، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، اشكرك حبيبتي قلبي. اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبشكركم على كل كلامكم الحلو اللي قلتوه لي النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله، ان كان لينا عمر، في حلقه جديده تعجبكم اكتر واكتر ان شاء الله. السلام عليكم.